بتستمر تغطيتنا لفعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة اللي في يوم السادس على التوالي بأنشطة وفعاليات متنوعة ومختلفة بين السياحية والترفيهية والرياضية. معي أسرة في منطقة النورث سكوير علشان نعرف رأيهم في مدينة العالمين الجديدة ونعرف رأيهم في الفعاليات المختلفة التي تقدم داخل أيام المهرجان الممتد إلى 30 أغسطس من الشهر الجاري. في البداية عايز يعني أعرف حضرتك أول مرة عالمين ولا تاني مرة؟ انا اول مره والشباب تاني مره. جميل، طب احكي لي بقى ايه رايك، توقعت الانبهار ده، توقعت الجمال؟ لا خالص، لا والله حاجه، انا حاسس ان انا في شرم الشيخ في خليج نعمه، كل ما امشي في حته تطلع خليج نعمه، كل ما امشي في حته تطلع خليج نعمه، ومتطوره اكتر كمان يعني. حاجه لفتت نظر حضرتك؟ الابراج الايقونيه اللي في كل حته دي حاجه واو يعني. ايه راي حضرتك في الانشطه اللي بتقدم؟ يعني طول الممشى السياحي شفت الممشى السياحي طبعا، احكي لي ايه اللي عجبك في مدينه العالمين، ايه اللي عجبك في المهرجان؟ هو جميل، احيا الساحل الشمالي يعني، كان بيبقى القرى هاديه والاكتيفيتيز قليله، بقى في اكتيفيتيز حلوه يعني ننبسط فيها. طبعا. ايه بقى ايه اللي عجبك، ايه رايك في الجو في العالمين، وايه اكتر حاجه عجبتك في العالمين؟ والهواء الجو يعني الجو حلو. هتروحي لسه منطقه الالعاب؟ طيب عايز اسالك ايه اللي لفت نظرك في العالمين، توقعت الشكل بتاع العالمين الجديده، توقعت ان انت هتشوف النورث سكوير، الممشى السياحي، المو كل الحاجات دي؟ لا صراحه يعني متطوره اكتر من الواحد كان متخيل يعني، الحاجات كلها شكلها حلو جدا مع البحر والهواء والابراج، كان تطور فظيع يعني، ما غير ما الواحد كان متوقع، خالص الواحد كان متوقع تبقى حاجات يعني اخف من كده شويه، بس التطور عالي جدا ما شاء الله. تاني مره عالمي؟ تاني مره. الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي شايف؟ لا يعني كانت كل الحاجات يعني لسه تحت الانشاء يعني، كنا جينا هنا كانت برضو الحاجات موجوده الى حد ما بس خفيفه، ما كانتش لسه اللي هي الابراج الكبيره دي منوره، كانت لسه كلها رمل يعني شويه، بس بعد كده دلوقتي كلها مظبوطه يعني، كلها يعني خالصه. لا يعني يعني الحاجات اللي بقت اريح بكتير يعني، الطريق مريح، المكان هنا الجو كويس، وال يعني الحاجات خلاص بقت متصلحه، فالحاجات كلها شكلها كويس يعني، او يعني خلصانه، فكل حاجه شكلها مودرن وكويس يعني. تابعت بقى انت الحفلات الغنائيه والفعاليات ولا لا، وناوي تحضر حاجه السنه دي ولا لا، احكي لي. لا انا ما صراحه ما بهتمش قوي بالحاجات الغنائيه دي والحاجات دي يعني. طيب ايه اللي عجبك في العالمين عموما؟ لا هي كذا فيو كذا مختلف، تتصور منه كذا صوره، تعرف تعمل كذا بروفايل بيكتشر في كذا حته يعني، تعمل جو عالمي، تروح تتمشخر قدام اصحابك شكلك كمان. انبسطوا بوقتكم في العالمين، شرفتوني نورتوني على سي بي سي. شكرا يعني. ده كان لقائنا مع اسره من الاسر المتواجده هنا في نورث سكوير، يعني استمتعوا بجو العالمين، استمتعوا بكل التطوير اللي بيحصل في مدينه العالمين. لسه تغطيتنا مستمره، عوده مره ثانيه اليكم زملائي.